خلي ناخذ اتصال من بغداد. ابو زهراء، ابو زهراء، ابو زهراء من بغداد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ابو زهراء. شلونك استاذه؟ شلون حالك؟ حياك الله. ممكن نشارك برنامج؟ تفضل. زاد الله فضلك. اختي العزيزه، بالنسبه للوضع السجون، خلنا اشرح لك يعني قضيه. انا معتقل من 2007. نعم. بزمن الامريكان كنت في سجن بوكي، ولحد الان في سجون العراقيه. انت من داخل السجون تخابرني؟ لا يعني ما ادافع عن ها. انت من داخل السجن تخابرني ابو زهراء لو طلعت؟ اي بالضبط. اي نعم. اشرح لك موضوع يعني احكي لله سبحانه وتعالى، لا دفاع عن السجين ولا تسقيط للحكومه. زين وياك. الو وياك، دا اسمعك. اي اوضح لكم الصوره بين ما بين الله. شوفي، السجون المركزيه من زمن المالكي يعني هسه يعني تقريبا اكو تحسن يعني بالزمن الكاظمي، بس الكاظمي يد وحده ما تصفق، مو كل الامور بيده. زين، احنا نعرف يعني الميليشيات المسيطره والاحزاب الفاسده بالبلد هي اللي ما تخليه. مو الاف من الناس ابرياء، مو لا عشره ولا عشرين. زين ابو زهراء، ابو زهراء، حتى لا انت من داخل السجن، اريد اكو حالات تعذيب بداخل السجن تتكلم عندها انت؟ ما اريد نعرف انت بيا سجن. اكو كل شيء. يعني شوف، خلنا اقول لك بشغله، يعني ابسط شغله هسه دوائر الاصلاح، ابسط شغله ينقذ سجين ماده. يعني تليفون، الى تليفون جزء بالشارع ب 10,000 وينباع للسجين ب 500,000 و250,000. سجن المطار، سجن التاجي، سجن هو اغلب السجون. نعم. زين، النقل من مكان الى مكان فلوس، مدير الاصلاح يخلي الوزير مثلا ويرجع يغيره. ليش يغيره؟ لزم عنده فساد، الفساد ما يتحاكم عليه، يروح يعني. هسه ابو زهراء، انت دفعت فلوس حتى تخابر؟ شلون؟ دفعت فلوس حتى تخابرنا؟ لا، تليفون يعني مشتري شخصي. تمام. يبيعون جو الموبايلات تنباع يعني. تنباع. زين؟ اي تنباع بين ما بين الله. يعني الساسور هذا اللي قديم يعني جزء بلاش، ما حد ياخذه بالشارع. تمام. وسعره جوا سجن المطار 250,000 دينار. يعني أنا أشكرك أبو زهراء من داخل أحد السجون. خلينا نشوف، يعني ما كملنا حكي إحنا. ذوي المساجين شو يحكونا؟